واحدة من أحب الأصوات لي صوت خرير الماء. بتشوفوا خلفي في بحيرة جميلة جدا، تعتبر بحيرة كبيرة جدا في شمال كندا، سوبيريور ليك، وعم بتشوفوا شلالات. ودائما لما بشوف مي وشلالات بتذكر مواعيد الله وكلمات الله في الكتاب المقدس: أسكب سيولا على اليابسة وروحي على كل بشر. والرب يسوع اتكلم عن أنهار مياه حية تفيض من داخل الإنسان. تصور معي قوة وتدفق هذه المياه، إن هذه القوة يتحدث المسيح عن قوة الروح القدس التي تتدفق في حياة الإنسان. فعلا شيء جميل جدا، مش بس الطبيعة اللي شايفينها حوالي، لكن من كلمة الله أهمية المياه. فالمياه ترمز إلى كلمة الله، ترمز إلى النهضة، ترمز إلى الانتعاش الروحي، والمياه ترمز أيضا إلى الروح القدس وتدفق الروح القدس في حياة الإنسان. من هذا المكان بحب أصلي من أجل كل شخص بيشاهدنا، يمكن عم تشعر بفتور روحي، محتاج لقوة الكلمة، محتاج لنهضة في حياتك، محتاج لانتعاش روحي في حياتك. من هذا المكان بصلي في اسم الرب يسوع انه يعطيك قوة تدفق الروح القدس في حياتك. الرب يباركك.